مشاهدينا رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أوروبا في فلسطين. حلقتنا اليوم رح نتطرق فيها لدعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص من خلال وكالة التنمية البلجيكية. خليكم معنا. أطلق الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وكالة التنمية البلجيكية BTC خلال عام 2016 برنامجاً قيمته 3.5 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنمية القطاع الخاص وفرص العمل. ويعمل البرنامج على دعم حاضنات للشركات الناشئة في فلسطين بهدف مساعدة الرياديين على ترجمة أفكارهم إلى أعمال جديدة، مما سيعزز مهارات الرياديين لجعل الشركات الناشئة أكثر قدرة على المنافسة والاستدامة المالية. وبدأ البرنامج بدعم الحاضنات في نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل والقدس الشرقية وغزة، وتوفر الحاضنات لأصحاب المشاريع الصغيرة والرياديين مساحة مشتركة للمكاتب وموارد واستشارة في مجال الأعمال والتدريب، بالإضافة إلى عقد جلسات إعلامية وإنشاء منصة رقمية بشأن الحصول على التمويل. يأتي مشروع دعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة كمبادرة من الاتحاد الأوروبي طبعاً بتمويل منهم، وينفذ المشروع من خلال وكالة التنمية البلجيكية. يسعى إلى دعم المبادرات الشبابية وأصحاب الأعمال للقيام بأفكار تكون ريادية من أجل تحويلها في المستقبل لتكون مشاريع قائمة. الهدف العام من المشروع هو طبعاً أنه توفر العميد الاستدامة والتنافسية داخل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وخلال السنتين القادمتين سيعمل الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية البلجيكية على دعم من الشركات الناشئة ورياديها. مشاهدينا، أما سؤال الحلقة لليوم بيقول: كم يبلغ معدل الدعم الأوروبي سنوياً لفلسطين؟ كمان مرة بنكرر السؤال: كم يبلغ معدل الدعم الأوروبي سنوياً لفلسطين؟ تقدروا تشاركوا وتجاوبوا من خلال كتابة الإجابة بكومنت على الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك لتكونوا أحد الرابحين معنا بأحد الجوائز القيمة. مشاهدينا، ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا بكرة بنفس الموعد. إلى اللقاء.